تنهر باور هو الهمة وصل باور هذي القمة في كل مكان في ذا الزمان بتلاقي باور هيبة على كل لسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخبار شيء تمام. طيب يب جاي يقدم، صح ما عندي عدد ولا عندي شيء بس جاي يقدم يعني. شو يقول لك؟ مع الخير يا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف شخبار شيء تمام؟ شكرا. الحلقة في اليوم مقطع ثاني من نوع تقريبا، يب جاي أقدم على كلام باور. يعني أول شيء اسمي محمد أو الحلبي، سوري الجنسية، عايش بالسعودية تحديدا بالرياض، بشرق الرياض يعني. ليش اخترت باور؟ ما يحتاج السولف اصلا، من اسمه اصلا باور، ما في احد ما يبي يقدم على باور. ادري انه في كثير ناس قدامي ينجين على اعداد كثير، كرومي، خالد، وليد، كثيرين قدامي، ولكن عساها ان تصدف، يمكن تجي خيره وادخل باور. طبعا انا اخترت باور لانه فريق ما شاء الله عليه متكامل، وانا شخصيا ابي يكون كذا حوالي كذا ناس نفس المجال، نفس الشغف، نفس كل شيء. انا الى الان يفكرون ان اهلي يفكرون ان اليوتيوب عباره عن تاسكات تسويها بعدين تاخذ جواز بعدين تخلص. وانا شخص في اليوتيوب صح ما عندي الا 2000، وباقي ما دخلت 2000 ان شاء الله بدخل قريب، بس انا شخص عنده شغف واهداف. واحد عنده 12 مليون مره كثير، بس ما قاعد اقدر، المكان المحيط فيني انا ما قاعد يخليني اسوي اللي ابي. وفي الاخير يا عيال ان شاء الله اذا انقبلت ان شاء الله بسوي كثير اشياء، حرفيا بسوي كثير اشياء في براسي مليون فكره، بس ما اقدر اطبقها في واقعي الحين في المكان اللي انا محيط فيه. وبالاخير وي ار باور. نجوم تكفي والكواكب كلها مبهره.